عربية جاية. عربية حاضر حاضر. أنا النهاردة طبعا أشد الترند ده انا النهارده شلت التريلا باذن الله وزنها صافي هي من غير الحاويه اللي فوق دي 17 طن والحاويه 4 طن. طبعا انا من سنه ونص كنت شديت التريلا، كان ناس كتير جدا المولد ما شدتهاش لا انا النهارده بتحدى اي حد على العالم، مش هقولك بس في مصر، على العالم كله. شديت تريلا بالحاويه بتاعها حوالي فيها 23 طن. يلا بينا بقى نشوف هنا. تمام كده كات. شكرا يا كابتن. احسنت يا كابتن.